قد يكون وفي كثير من الأحيان يخطئ الطبيب في التشخيص. في عندنا حاجة في الطب اسمها differential diagnosis، التشخيصات المختلفة، متشابهة جدا في كثير من البنود ومن الحاجات، ولكن بتبقى حاجة تانية خالص. يعني كثير جدا جدا، كمثال مثلا الآلام في الجانب الأيمن من البطن، يعني هنتطرق إلى حاجات كتيرة جدا، هنتطرق إلى الحويصلة المرارية، هنتطرق إلى القولون، هنتطرق إلى الكبد، هنتطرق إلى ريفيرد بين أو ألم منعكس من الفقرات إلى آخره، من الحاجات الكتيرة جدا اللي ممكن تكون هي سبب المشكلة المرضية اللي موجودة عند المريض بتاعي. قد أخطأ في التشخيص، نعم قد أخطئ في التشخيص، ده يعني وارد، ما يعني ما فيش مشكلة خالص، ولكن بيحكمنا دايما الخبرة، ويحكمنا دايما المواظبة والمثابرة على الدراسة وفتح الكتب دايما والدراسات الأخيرة والأبحاث الأخيرة التي تجرى في كل النواحي الطبية المختلفة. هي دي اللي بتثقلنا وبتدلنا مهارة بمعنى الكلمة، وتجعلك من الأطباء الماهرين في مجالك. لازم ان انا يعني طول عمرنا بنقعد نذاكر، مفيش حاجه اسمها بخلص كليه واخلص دكتوراه وكده خلصت مذاكره، طول عمري بقعد اذاكر، لان الطب في تطور مستمر، مش هينفع اقف عند حد، لا ده انا هكمل وهكمل، وحاجات بتروح وحاجات بتيجي ودراسات جديده وحالات جديده وابحاث جديده، لازم اكون مطلع على كل هذه الامور. وبالتالي الخطا في التشخيص قد يؤدي، او مش قد، ده اكيد هيؤدي الى فشل في العلاج، وبالتالي لابد ان انا يكون تشخيصي سليم. هنشوف الحاله ديت غريبه جدا ولفت كتير قوي، وبفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سخرنا ليها، وقدرنا ان احنا نشخص صح، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا ننهي المشكلة تماما. الخطأ في التشخيص وارد، ويجب ان احنا نضع هذا في عين الاعتبار. خلينا نشوف الحالة دي ونرجع نناقشها سويا من الناحية الطبية. اسمحوا لي اخذ ام احمد معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك وفي علمك يا رب. اللهم امين. ربنا يحفظك يا اختي الفاضله. اتفضلي يا اختي. يا حضرتك انا كنت واخده اسراء بنتي لحضرتك. كانت تعبانه، كانت الدوره بتجيلها بمغص شديد، واستنى معاها لمده 15 يوم بترجيع، ورحت لدكاتره كتير يقولوا لي ده مكروه في المعده، ده حاجه في القولون. لما جيت لحضرتك قلت لي ده عندها احتقان في الحوض، وبسم الله ما شاء الله بعد فضل ربنا وحضرتك عملت لها الحجامي، من اول نوبه عملت لها حجام، بسم الله ما شاء الله بقت حلوه مع الاعشاب، وهي كانت نحيفه برضك، فانت حضرتك كتبت لها على اعشاب سوبر سمارت دي، خديتها بسم الله ما شاء الله، كانت هي وزنها 36 كيلو، زادت بقت 42 كيلو. فقد ايه يا ام احمد زادت مع سوبر سمارت من 36 ل 42؟ يعني ما شاء الله 6 كيلو. فقد ايه؟ في شهر. في شهر ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب في علمك. ربنا يحفظك يا ام احمد. ربنا يحفظك يا رب. يعني اسراء الحمد لله رب العالمين، في الدوره كانت بتقعد معاها 15 يوم مع الالام مع الترجيع. مع الحجامه من اول مره الحمد لله رب العالمين اتظبطت. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الله رب، الله يبارك لك يا رب ويخليك اولادك يا رب. وحسيت يا ام احمد ان في حاجه اسمها حجامه طبيه فعلا، وعرفنا ان في حاجه اسمها حجامه طبيه. كان في ناس ياما بيقول لي كتير، يقول لي انت راح ده كلام فارغ ده نصب كده، ياما جربنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك في علمك يا رب. ربنا يحفظك يا اختي الفاضله. انا اشكرك جدا على المداخله الطيبه، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. يعني اعتقد ان السيده الفاضله ام احمد بنتها اسراء المغص شديد في الدوره الشهريه، بتستمر معاها 15 يوم وترجيع مستمر، راحت لاطباء كتير زي ما سمعناها مع بعض، وكان زي ما بقول لحضراتكم يعني خطأ في التشخيص، كتير قالوا لها ان هي ميكروب في المعده او قولون، وابتدوا ان هم يعالجوا عن طريق هذا التشخيص، بيرسموا الخطه الطبيه العلاجيه بتاعتهم وبيمشوا فيه، فبالتالي ما كانش في نتيجه زي ما سمعنا معاها. لا احنا شفت الحاله الكشف الطبي،
والبيانات اللي ادتها لنا والتاريخ الطبي بتاعها، لا ده احتقان في الحوض. احتقان الحوض ان لم يعالج هيؤدي الى مشاكل كثيره جدا جدا جدا. وبالتالي يعني تخيلوا حضراتكم الدوره الشهريه 15 يوم مع ترجيع مع مغص شديد، الحمد لله رب العالمين. من اول حجامه مع الاعشاب كانت النتيجة رائعة جدا الحمد لله رب العالمين. من أول حجامة مع الأعشاب قدرنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا نجيب نتيجة يعني مباشرة زي ما بنقول. ليه؟ لأن التشخيص كان صح، وأيضا ابتدينا إن احنا نستخدم آليات مختلفة عن آليات الطب الغربي اللي ممكن تتمثل في الكبسولات أو الأقراص أو الأمبولز أو إلى آخره من آليات الطب الغربي. أيضا إسراء كانت فيها نحافة، كانت 36 كيلو الحمد لله في شهر زدنا 6 كيلو، نتيجة رائعة، نتيجة طبية رائعة. أنا ممكن أزود حضرتك 15 كيلو في الشهر بس هملى جسمك مية بالكورتيزون، وده كتير جدا من الصيادلة بيعملوه للأسف، وكتير جدا من بياعين الأعشاب بيعملوه للأسف أيضا. تجد الدنيا أنت تخنت جدا ووشك دور قوي زي ما تكون هتنفجر يعني، وبعد ما توقف الكلام ده كل ده هينزل تاني. مش دي المشكلة أو مش دي الخطورة، الخطورة إن زي ما بيتكون مية في الجسم بتتكون مية على الرئة، بتتكون مية على القلب، ممكن البنكرياس يحدث سكر نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون دون إشراف طبي. وبالتالي إن أنا أستخدم بعض الأعشاب لتحسين الشهية وزيادة الامتصاص ده هيديني النتيجة اللي إحنا شايفينها من 36 كيلو إلى 42 في شهر 6 كيلو طبيا. دي نقطة مهمة جدا عشان برضو لا ننساق وراء المنتجات اللي تباع بغرض زيادة الوزن، ده كله كلام فاضي، بغرض زيادة حجم الصدر وده كله كلام فاضي، بغرض زيادة مناطق الأنوثة وده كله كلام فاضي بمعنى الكلمة. إن أنا أتعالج طبيا غير إن أنا يتنصب عليا بإعلان طبي زي ما حضراتكم بتشوفوا ومليين الفضائيات. وعلى مسؤوليتي الشخصية ده كلام فاضي تماما وليس له أي علاقة من قريب أو من بعيد بالطب.